تقدمها لنا الزميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما فاطمة وشروق، والآن جولة اقتصادية جديدة في أهم أخبار المال والأعمال. وقعت مصر ونيجيريا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. ووقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مذكرة التفاهم مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا عيسى علي إبراهيم، حيث تبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات. وتتضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك للتعاون الاستراتيجي بين الوزارتين، وهي النطاق العريض والربط بشبكة الاتصالات الضوئية وأجهزة المستخدم النهائية وخدمات القيمة المضافة. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية من الموالح لأول مرة، ويأتي ذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة بين جانبين المصري والفلبيني والتي استمرت لأكثر من 5 سنوات. وتكللت هذه الجهود الأسبوع الماضي بتوقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية للفلبين وفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية. وفي أسواق معادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1799 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 1337 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1560 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1783 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 12480 جنيها. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت العقود الأجلة للنفط قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبيك بلس وحضر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي اعتبارا من الاثنين المقبل. كما ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 8% وجرى تداولها عند 87.53 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 9% ليصل إلى 81.91 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار البازوت عالميا بنسبة 15% لتصل إلى 3.26 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.93% لتسجل 6.47 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أضاف الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، متجاوزا توقعات السوق التي كانت عند 200 ألف وظيفة. وأفادت وزارة العمل الأمريكية أن محرك الوظائف في البلاد استمر في التقلب في نوفمبر، وهو عرض للطلب المستمر على العمال على الرغم من الضغط الفيدرالي لكبح التضخم عن طريق الحد من التوظيف. أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في 3 أسابيع بضغط من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، فيما تسببت المكاسب الحادة للين في خسائر لشركات تصنيع السيارات. وانخفض المؤشر نيكي بنسبة 1.59 وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 10 نوفمبر، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.59%. كما هبط المؤشر توبكس بنسبة 1.64% بعدما هبط إلى 2.6%، وهو المستوى الذي قد يدفع بنك اليابان للتدخل في السوق. ومني المؤشر بخسارة أسبوعية تقدر ب 1.64%. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى فاطمة وشروق. شكرا الزميلة ميرنا إيهاب على هذه الوقفة الاقتصادية المميزة.